السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة غسيل حنان وصفات حنان. الوصفة ديال اليوم غتكون مسمن في الفرن، محشو بالتفاح مقرمش ومورق واقتصادي، نوجدوه للفطور للعيد إن شاء الله. الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. نتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، وما تنسوش إذا عجبتكم تخليو لايك وتخليو تعليق. شكرا لكم، تبعوا معايا مقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج 250 غرام من الدقيق، اي 2.5 كيسان ديال الدقيق مغربل. هنا بالنسبه للكميه ديال الدقيق ممكن ديروا اكثر على حسب العائله ديالكم، افراد العائله واش كثار ولا قلال، يعني الجهد ديال جوج كيسان ديال العنبه ونص اللي درت هنايا. غادي نضيف ليه نص معلقه صغيره من الملح، ساشي من سكر فانيلا، نصف ملعقة من خميرة الحلويات، ورأس معلقة من خميرة الخبز، ونضيف معلقة كبيرة من زبدة مذوبة. وغادي نجمع بالماء دافي، ما يكونش سخون بزاف ما يكونش بارد. غنضيف كذلك بضع قطرات من الخل الابيض، او لا نصف معلقه صغيره من الخل، وغادي نجمع العجينه بهذا الشكل. كنحاول ندلكها واحد 9 دقائق. هذا هو القوام ديالها، واخا كتبان لكم كتلصق في اليد فهي راه مجموعه وشاده في راسها. ما تخليوهاش تكون مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه. هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا، راه واخا كتلصق في اليد راها متماسكه ما كتنزلش. كنوضعها في شي اناء دهنت ليه شويه ديال الزيت، وغادي نخليه يرتاح واحد شويه تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد ما دازت 10 دقائق عجينة ارتاحت، غادي نشكلها كويرات صغار قد مشماشة. هنا بغيتو ديروهم كبار او لا صغار على حسب الاختيار ديالكم. غادي ندهني ليا بشوية ديال الزيت، وندهن سطح العمل بشوية ديال الزيت، وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى كنشكل الكويرات على هذا الشكل. انا هنا خرجت من العجينة 10 الكرات صغارين. غادي نحتاج هنا زبده ديال التوريق مذوبه مع شويه ديال الزيت. دائما غادي ندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت، وغادي نبسط العجينه. هنا بعد ما خليت الكرات خليتهم يرتاحوا واحد شويه، واحد 5 دقائق، باش ملي نبسطهم يعطوني الطوع ويتسرحوا ليا مزيان. هنا كندهن سطح العمل بالزيت، ما دهنوش بالزبده باش ما يلصقش لكم العجين. كنبسطو بهذه الطريقه هذه بحال الشكل ديال المسمن، كندلكو مزيان حتى كيبان لينا سطح العمل باش يجينا مورق ما يجيناش بحال البريوش. تنوضع ديك الزبده اللي ذوبتها مع شويه ديال الزيت، كنديرها بالداخل ديالها طريقه ديال المسمن العادي. نار العجينة راه كتجي خفيفة جدا لأن وضعنا فيها واحد نصف معلقة ديال الخل،
تيخليه انه يجي العجينه تجي خفيفه. ما كتشوفوا راه كتجي مبوقه باش تعرفوا ان العجينه راها ارتاحت مزيان، دغيا دغيا تتسرح لكم. انا استعملت زبده ديال التوريق مارغارين، وبالنسبه للداخل ديال العجينه راه وضعت فيها الزبده العاديه ديال العبار، معلقه كبيره دوبتها مع العجينه صافي، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع المسمنات اللي عندي. غادي نحتاج هنا قطع من التفاح، عندي هنايا جوج تفاحات صغارين قشرتهم وقطعتهم دوائر وحيدت لهم الوسط ولا القلب ديالهم، وشوية ديال الزبدة والسنيدة. انا ما صوبته من بعد ما قديت المسمنات، اولا يمكن لكم تصوبوه وتوضعوا عليه قطرات من عصير الحامض باش ما يتاكسدش لكم صافي. كناخذ شويه ديال الزيت كندهن به طاوله العمل وتنبسط العجينه على هذا الشكل، ما ترققوهاش بزاف. انا وضع شويه ديال الزبده في الوسط، شويه ديال السنيده، وغادي نحط قطعه من التفاح وغادي ندور عليها العجينه بحال الشكل ديال الظرف بهذا الشكل. غادي نصاوب معكم واحده اخرى بنفس الطريقه، كنوضع شويه ديال الزبده في الوسط باش يعسل لينا التفاح وتنلوي عليه الاطراف ديال العجين في الوسط، وتنضغط عليه كنوضع واحد القطعه من التفاح في الوسط باش من بعد ديك الحفره تشكل لي واحد الحفره بهذا الشكل. تستفهم في الطاوه ديال الفرن اللي فرشت ليه ورق الطبخ اولا دهنوه بالزيت. بعد ما سالت المسمنات غادي نعاود نضغط عليهم في الوسط وغادي ندهنهم بيضة مخفوقة معاها قطرات من الخل، وغادي ندهنهم مزيان. وفي هذه الأثناء شعلت على الفران من الفوق ومن التحت يسخن، عاد من بعد ملي ندخل الطاوة نطفي على الفوق ونخلي لتحت ونقص الحرارة خاصها تكون متوسطة باش تطيب لكم مزيان من الوسط. هنايا صافي دخلتهم الفران حتى يبانوا لي الطابو من التحت،
وعاد غادي نشعل الفوق. كما كتشوفوا دابا طابو من التحت، غادي نشعل ليهم من الفوق حتى يتحمر اللون ديالهم. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران. ردوا ليهم البال باش تحصلوا على لون يكون ذهبي. خمسة غادي ندهنهم بشوية ديال الناباج او لا العسل او لا الكونفيتور، على حسب نتوما شنو متوفر عندكم. والخمسة اخرين غادي ندير لهم سكر ثقيل. هنايا غادي نرش عليها شويه ديال نوز ايفيلي. ممكن ديروا الكوك تخليوه غير هكا. وفي الوسط غادي نوضع قليل من مربى ديال المشمش. وبالنسبه للتزيين الثاني غادي نرش ندردر عليه شويه ديال السكر الثقيل في الصفايه. وبنفس الطريقه غادي نملأ الوسط بالمربى ديال المشمش. يعني بالنسبه للتزيين فتبقى على حسب الذوق ديالكم. ممكن كذلك دردروا عليه شي ديال القرفه او لا ديروها في الداخل مع التفاح، فكيبقى الاختيار لكم واللي تعجبكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن اللي بالتفاح. تيجي رائع في المنظر وفي المذاق كذلك، كيجي مورق وهشيش واقتصادي. نتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، وشكرا لكم. نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. Thank you.